نادي عدد الناخبين هم مدعوين للإجلاء بصوتهم 7201 ناخب، 7201 ناخب. إجمالي عدد الناخبين اللي حضروا وأدلوا بصوتهم 1257 ناخب، وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني المقرر لنعقاد الجمعية والمتمثل في 50% زائد واحد، وعليه تقرر إجراء الإعادة وفقاً للدعوة الخاصة بالجمعية العمومية صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/7/2018. شكراً. سيد المستشار معلش في استفسارات بس محتاجين لنا فيه لبس جامد قوي في الموضوع. اتفضل. أول حاجة الجولة الثانية اللي هي جاية دي يوم الثلاثاء الجاي، البعض